تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات، تتواصل الابداعات. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، نحييكم باجمل تحيه مع هذه الانطلاقات المتواصلة والتحديات المستمرة. تابعنا الشوط الماضي وكان الحضور مع لهب وسعيد بن راشد بن يعان الشامسي من قدمنا لهب، قدم العرض الجميل والممتاز للحظات الأخيرة، 7:46 من الثواني. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. شوط جديد من أشواط الخير والبركة ينطلق بحوضة من الله ورعايته. مباشرة نبحر مع المقدمة، مع الصدارة، مع المركز الأول. تابع المقدمة والصدارة ليجد الحذرة على مقدمة هذا الشوط. محمد بن مسلم بن سالم بن هيه العامري يأتي ويقدم لنا الحذرة على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات والانطلاق على ثاني المراكز من خلال حضور مياس سعيد بن سليم بن علي العامري يأتي ويقدم لنا مياس هذا شعار ممدوح. هذا شعار ممدوح من مثل هذا الميدان خير تمثيل، ياتي هنا ليقدم لنا شعار بقيادة علي بن سليم العامري يتقدم ليقدم لنا شعار. بينما المركز الثالث التقدم في هذه اللحظات والانطلاق مع باروت سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي على ثالث المراكز. المركز الرابع نفس الشعار ونفس المالك من خلال حضور حماس سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي دافع باسمين في هذا الشوط المتمرد. يقدم لنا اسمين من خلال حضور باروت وحضور حماس. المركز الخامس التقدم في هذه اللحظات والانطلاق مع الظبي خليفه بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي يتقدم ويقدم لنا الظبي. هذه نتيجه للمراكز الخمسه الاولى المتقدمه الحاضره بالانطلاق والابداع. بينما تابع الاسماء الاخرى، الشعارات الاخرى، الاسماء القادمه، تابع هالاسماء، ارصد هذه الشعارات القادمه من كل احد منصوب من اجل الفوز، حيث انه يبلغ نصاب الشوط 30 اسم مشارك باحثا وطامعا عن الناموس، عن الانتصار. نقطه ثمينه على ارضيه هذا الميدان، على ارضيه هذا الميدان توقيتنا الافضل لا زال تحت اقدام الذيب مع اشواط القعدان المهجنات الاصايل. عبد الله بن خميس بن محمد بن عمر الشامسي من قدم الذيب بتوقيت زمني ومقداره 7:39 من الثواني، لا زال التوقيت الافضل مع الذيب. ولكن نعود الى المقدمه، نعود الى مياسه بدات تغير وتستلم زمام المقدمه. هذه هي مياسه على صداره هذا الشوط. سعيد بن سليم بن علي العامري يتقدم ليقدم لنا مياسه على مقدمه هذا الشوط. بينما المركز الثاني تتقدم باروت على المركز الثاني، والخوف من المتمرد والحذر من المتمرد. وسيب سهيل بن سيب بن كلثم الخيالي قادم بكل قوة ويقدم لنا باروت، واللي بعدها حماس نفس الشعار ونفس المالك بقيادة سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي ياتي بانطلاقة اسمين من خلال حضور حماس ومن خلال حضور باروت على المركز الثاني والثالث. المركز الرابع تتقدم فيه الظبي خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي، بن منينه الشامسي هذا اسم خطير وكبير من عمالقة الملاك يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس بدأت تتقدم، الله شوف التقدم، شوف التغيير، شوف الانطلاق من خلال حضور شعار بالعبدة يقدمنا حضور عبد الله بن سالم بن علي بن عبد الشامسي. والقادمة هنا العاصمة سيف بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي قادم بكل قوة، غير على المركز الرابع والأسماء الأخرى والشعارات القادمة. ولكن مياسة 1200 مياسة على المقدمة، مياسة على الصدارة. سعيد بن سليم
حسين بن علي العامري يتقدم ليقدم لنا شعاره ليقدم لنا انطلاقه من خلال حضور مياسة على مقدمة الشوط على المركز الأول، بينما العاصمة على المركز الثاني. ينطلق بن عمر سيبر سعيد بن علي بن عمر الشامسي قادم بكل قوة من خلال حضور العاصمة، والقادم هنا المتمرد وبالعبدة والغيلاني والأسماء قادمة كلها بكل قوة، ولكن مياسة تنفرد على المقدمة تنطلق على صدارة هذا الشوط على المركز الأول. ينطلق بن سليم سعيد بن سليم بن علي العامري ينطلق على صدارة هذا الشوط من خلال حضور مياسة أبناء زاخر. الله الله الله، بدأت بالانطلاق بدأت بالحضور. العاصمة على ثاني المراكز بن عمر بثقة الكبار بثقة العمالقة. الاسمين مياسة العاصمة ما بين هالاسمين، ولكن مياسة سعيد بن سليم بن علي العامري بن سليم يحضر حضور الكبار يحضر حضور العمالقة. اصمد يا بن سليم من خلال حضور مياسة، ولا العاصمة عنده كلام ثاني. الله 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 الله، ما بين هالاسمين العمالقة والكبار في موقع واحد. العاصمة غيرت الشوط غيرت المقدمة. أشكرك يا بن عمر، قدمنا العاصمة غير في الأمتار الأخيرة. ولا بن سليم عاد. الله 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 الله، مياسة ما تطيع، غيرت في اللحظات الأخيرة. سعيد بن سليم بن علي العمري تانين وناموسة على هذا الفوز والانتصار. المقعد الثاني العاصمة سيف بن سعيد بن علي بن عمر الشمسي. المقعد الثالث أسد باروته سيف بن سيل بن كاظم الخيلي. المركز الرابع أسد حماسة سيف بن سيل بن كاظم الخيلي. المركز الخامس وصلت في اللحظات الأخيرة مرضية ناصر بن علي بن بليشة. آل اكتبي هذه النتيجة 7:49 من الثواني. تهانينا وناموس على فوز مياسة سعيد بن سليم بن علي العامري، وسلام زاخر سلام.